راديو نيل. ومنورنا في الاستوديو ضيفنا صنايعي الفن المخرج والمونتير وائل فرج. وكنا عايزين او كنت اسالك السؤال بتاع انه المونتير ممكن, يعني احنا شفنا خلاص شفنا تجربتك وتجربه كمان المخرج احمد يسري انه اساسا في المونتير وبيخرج, هل المخرج كمان ممكن يتحول لمونتير ولا لا؟ بصي, هو الموضوع كله ليه علاقه بالباشن اللي الواحد عايز اللي هو حاسه. لازم الانسان يسمع صوته, يسمع صوت شخصيته نفسه, ويشوف هو عايز يعمل ايه. يعني لان هي الشغلانات ما فيهاش ترقيات ان انا اترقى ابقى في قسم تاني او ابقى في شغلانه تانية. هي فيها لاما انا عايز ابقى شخص تاني او عايز اشتغل شغلانه تانية, لاما انا بتميز في شغلي وافضل متميز وابقى نجم النجوم وافضل اتعلم. طول ما انا بتعلم طول ما الدنيا هتبقى ماشيه كويس. فما فيش حاجه اسمها المونتير الشاطر يلا يخرج بقى عشان هو بقى له كتير بيمنتج, ما فيش حاجه اسمها كده. ويعني خلينا في البارت ده الاول. والبارت التاني اللي هو هل المخرج يقدر يمنتج, هو على فكرة الاتنين ممكن يعملوا نفس الحاجة. بس هو الفكرة ليه دايما لازم يبقى فيه مخين, لازم يبقى فيه مخرج ولازم يبقى فيه مونتير. لان المونتاج ده عملية كده, عارفة لما بتغرقي في بحر الحاجة فبعد فترة ما بتبقيش يعني مهندس الصوت لما بيجي يسمع نفس الصوت كتير هو لازم يريح ودنه علشان يبتدي يميز, لان بالوقت ممكن الفريكوانسيز دي ما تسمعش كويس. نفس الموضوع بالنسبة لنا في الإيديت. المونتاج لو غرقت فيه محتاجة حد تاني عين جديدة تفوقك, ومن هنا لازم يكون في مونتير ولازم يبقى في مخرج. يعني انا كمخرج دلوقتي انا مش بمنتج شغلي, معايا مونتيرين هما اللي بيمنتجوه. يعني ما حصلش انه سواء في الفيلم اللي انت اخرجته او في الاربع اجزاء للأنسة فرح انت كنت خمس اجزاء حسب كمان. يعني انت خلصت الجزء الخامس خلاص. ده اتعرض كمان وتعرض كمان الخمس اجزاء بتوع الأنسة فرح, يعني ما منتجتش ولا اي جزء فيهم او شاركت في ولا يعني حلقه مثلا حلقتين كده مثلا؟ مش حلقه حلقتين. هو زي ما بقول لك, هو بيبقى الموضوع زي ما الكتابه بتبقى ساعات فيها شكل الورشه ده. ان الناس برين ستورم, عاصفه افكار, لازم مخين, لازم كذا حد يفكر مع بعضه. حد انا لما ببقى عامل حاجه كويسه او حاجه عموما اي مشهد, ساعات باخد راي اللي جنبي. ساعات لو في حد من الناس اللي شغالين في الاوضه اللي جنبي, تعالى كده بص على المشهد, عين جديده بتبقى ده في اي عمل فني. وانا برسم لوحه هعمل نفس الموضوع, هاخد راي حد وانا في مرحله ما. فمن هنا لازم يبقى في مونتير ولازم يبقى في مخرج. المخرج يعرف يمنتج, ممكن يمكن المونتير بيبقى عنده سكيلز في شخصيته شويه لازم تبقى موجوده. ساعات المخرج ما بتبقاش عنده, زي الصبر, زي الفليكسبيليتي. يعني ساعات المخرج بيبقى رايه جامد شويه, لا المونتير لازم يبقى فليكسبل ولازم طول الوقت يسمع.